30 دقيقة لعب مشاهدي على فاضل الهدف للصفر سجل بهذه الكيفية. شوف الخطأ هنا من قبل أغويرو والاعتراض واضح، حكم المباراة لم يقول شيئا عندما يكون في هكذا وضعية. أغويرو الذي تسير عليه المباراة لحد الآن، دي بروين ولكن أرسنال قادر على أن يقلب موازين المباراة في أي لحظة. دي بروين يلعب أوردي يا بابا بابا جول فعل فينسون كومباني البلجيكي كومباني ويسجل أول أهداف هذا الموسم، يسجل أول أهداف كرة غوندوغان. كومباني لم يكن في وضع التسلل، غير اتجاه الكرة بيسرى رغم الكثافة العددية للاعبي فريق أرسنال. سيجن جنونهم عناصر أرسنال بهذه الكيفية. التسديدة اللعبة بينية دافيد سيلفا بابا جول. دافيد سيلفا يفعل ما يريد، دافيد سيلفا يسجل الجول الثاني. أرسنال مانشستر سيتي اليوم مبدع، مانشستر سيتي اليوم رائع، مانشستر سيتي خنق أرسنال في مباراة اليوم. الشوط الثاني مرعب لمانشستر سيتي، الكرة من هنالك من دانيلو مرر لها لدافيد سيلفا بيسرى حطها في الجول أمام دافيد أسبينا. 3-0 صارت النتيجة لمانشستر سيتي. قضي الأمر تقريبا، قضي الأمر بهذا الهدف الثاني. في الزاوية اليسرى حط دافيد سيلفا مسجلا الهدف الثالث لمانشستر سيتي أمام أرسنال. أرسنال تايه، أرسنال